عادت شركة مورغان البريطانية إلى إنتاج السيارات ثلاثية العجلات. قيادة السيارة الجديدة تعطي الإحساس بالطيران انطلاقاً من كابينة القيادة، حيث تصل السيارة لسرعة 100 كيلومتر في أقل من 5 ثوان بفضل الوزن الخفيف الذي يقل عن 500 كيلوغرام. غير أن السيارة بها بعض السلبيات كعدم وجود سقف للسيارة أو نظام توجيه معزز للقيادة فضلاً عن الضوضاء. لكن عشاق هذه السيارات مثل ريتشارد جيلبرت لا يهتمون بوسائل الراحة. أعتقد أن قيادة هذه السيارة متعة في حد ذاتها، خاصة عندما تجلس بداخلها وترى الطريق منفتحا أمامك وتسمع صوت محركها الرائع. هذه السيارة تثير مشاعر الحنين إلى الماضي وتمنح متعة في القيادة، وهذا مدعاة للاحتفال بها لأنها تمنحك أيضا شعورا جديدا بلذة الحياة. وبعد تجريبها في الخارج طلب ريتشارد جيلبرت شراء سيارة ثلاثية العجلات، ولكن فترة الانتظار تصل إلى عام. سعر السيارة ثلاثية العجلات يبلغ 40,000 يورو، ويتم تشغيلها بواسطة محرك موتوسيكل وتصميمها على غرار السيارات القديمة، ولكنها على أحدث مستوى فني، كما أنها موفرة في استهلاك البنزين. السيارة الأصلية صممها هنري فريدريك ستانلي مورغان في عام 1909. نجحت السيارة في بريطانيا والخارج كوسيلة تنقل وكسيارة رياضية، وبلغ الحد الأقصى لسرعتها في نهاية العشرينيات 180 كيلومترا في الساعة. وفي عام 1936 طرح هنري مورغان سيارة بأربع عجلات لتحل مكان السيارة ثلاثية العجلات التي تم إيقاف إنتاجها عام 1953. تشارلز مورغان حفيد مؤسس الشركة عاد لإنتاج هذه السيارة. السيارة صممها جدي وأنتجت عام 1909، ولكن المبدأ لم يتغير، فهي سيارة خفيفة ووسيلة تنقل اقتصادية. الجميع سألنا إذا ما كنا سننتج سيارة ثلاثية العجلات، وحينها فكرت وقلت لم لا. من هنا تأتي السيارات من مدينة مالفرن بالقرب من برمنغهام، حيث يعمل بشركة مورغان موتور كامباني العائلية 170 عاملا. بلغ عدد السيارات ثلاثية العجلات المطلوبة حتى الآن 919 سيارة، سلم منها 150. من الأشياء العملية حقيبة السيارة التي يتوفر بها مكان لخوذتين وبعض الحقائب الخفيفة، ويمكن تركيب حامل للأمتعة فوقها عند السير لمسافات طويلة. وخلال الشهر المقبل سأقود السيارة عبر الولايات المتحدة لمسافة 5,000 كيلومتر، ولذا سأستخدم حامل الأمتعة. أتمنى يكون الطقس جيدا. قيادة السيارة عبر الولايات المتحدة لم يكن ممكنا بمحرك احتراق السيارة ثلاثية العجلات. هناك شركات منتجة لهذه السيارات مثل تيمبوس الألمانية وتوك توكس الهولندية وبياتشيو الإيطالية وتراكينج سايكل كارز البريطانية. وعادت مورغان ثري ويلر لإنتاج هذه السيارات انطلاقا من العام الجاري مع بيعها إلى أنحاء العالم، ولكن البعض يفضل الحضور بنفسه إلى مالفرن لشراء السيارة. إنها متعة كبيرة عندما يزور العملاء شركة قديمة عمرها 100 عام، ولكنها مجهزة بأحدث الأجهزة. وأنا شخصيا لا يعجبني أي مكان آخر في هذا البلد مثل هذه الشركة، خاصة وأنني سأقابل حفيد مؤسسها. لا يجب أن يشعر مالك السيارة بالخجل أثناء جولته عبر المدينة، لأنها متماسكة على الطريق إلى أقصى درجة. السيارة تبدو جميلة، كم تطلب ثمنا لها؟ هذه السيارة نموذج للشباب الدائم أو للرجال الذين لم يشعروا حتى الآن بكبر السن. سيقود جيلبرت السيارة ثلاثية العجلات في المناسبات الخاصة وليس كل يوم، لأن ما يهمه أولا وأخيرا هو متعة القيادة.